عالق مئات الآلاف من المسافرين في محطات القطار في الصين بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أسبوع من احتفالات رأس السنة الصينية. في إحدى محطات القطار في مدينة غوانزو جنوب البلاد يتواجد ما لا يقل عن 100,000 مسافر عالقين في المحطة في انتظار رحلات قطاراتهم. تغير موعد القطار مرتين، كان موعده في 9 ثم 10 ثم تأجل بدون إعطاء موعد. في جوار المحطة ينتظر عشرات الآلاف من الركاب إعادة بدء الرحلات بعد إصلاح الأعطال التقنية في السكك الحديدية المتضررة. وقد اتخذت السلطات إجراءات كافية لدرء الخطورة التي قد تسببها هذه التجمعات. في مناطق كثيرة أخرى تضررت حركة الحافلات أيضا بسبب سوء حالة الطقس في انتظار رأس السنة الجديدة.